سامي وقدرك سامي في عونك وفي لونك قايد على كرامي متفرد في كونك سامي وقدرك سامي في عونك وفي لونك قايد على مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل التحديات والانطلاقات من أرضية هذا الميدان ينطلق شوطنا الشوط الرابع عشر يحمل تحديات القعدان من المساء ينطلق شوطنا الرابع عشر يحمل تحديات القعدان من المسافة هي 3 كيلومترات بداية مع المركز الأول لنتعرف على المركز الأول الله الله الجارح المركز الأول أو يأتينا الجارح أيضا على المركز الأول محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يقدم لنا الجارح في هذا الانطلاق المميز والرايع على المركز الثاني مشكور خلفان بن علي بن خلفان الرفيسة الاكتبي على المركز الثاني هنا راعي الشباب يتواجد في هذا الانطلاق المميز والرائع ايضا المركز الثالث وصول من شمعدان سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي على المركز الثالث اما المركز الرابع وصول من اللي وصل وتحرك هملول لسعيد بن محمد بن احمد بن رفيع من يتواجد في هذا الانطلاق المميز والرايع خامس المراكز يأتينا على المركز الخامس وافي لمحمد بن راشد بالهول المهيري هذه الخمس المراكز دعناها على حضراتكم عودة إلى المركز الأول عودة إلى هذا الانطلاق المميز والرايع والرايع الله الله الجارح على المركز الأول الجارح على بداية هذا الشوط يقدم لنا العروض الممتازة في هذا الاندفاع الممتاز محمد بن زايد بن خلفان المنصوري هنا بوزايد يتقدم الجميع بانطلاقة الجارح هنا يريد يذهب بالسلامات إلى أهل الظفرة إلى أهل الظفرة مع أبو زايد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري لكن مشكور على المركز الثاني خلفان بن علي بن خلفان الرفيسة الاكتبي على المركز الثاني ينطلق بهذا التحدي المثير الرفيسة الرفيسة أهل الزيد يطالبونك بالسلام المركز الثالث وصول وتحرك من اللي وصل وتحرك الله الله المركز الثالث وصل وافي محمد بن راشد بالهول المهيري وصلت الشعارات وصلت الأسامي وصلت الشعارة المرعبة التي تأتي للتحدي والتنافس يصل عز الطلب أم عبد الله بن محمد بن دحرويب العامري على المركز الثالث أو المركز الثالث أيضا بالفعل ينطلق يهجم هجمة ممتازة عين على المراكز الأولى لكن عودة إلى البداية عودة إلى مقدمة هذا الشوط عودة إلى الجارح عودة إلى الجارح محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على البداية على المركز الأول في هذا الانطلاق المميز والرايع والرايع لكن الرفيسة على المركز الثاني مشكور مشكور على المركز الثاني خلفان بن علي بن خلفان الرفيسة الاكتبي في ثاني التحديات وصل عز الطلب وصل عز الطلب الله 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 عز الطلب على المركز الثالث لكن عودة إلى البداية عودة إلى الجارح عودة 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 هذا هو الجارح يضيف الانجازات فوق الانجازات الله الله في رصيده سيارتين بالفعل بالفعل بالركاض في رصيده سيارتين في العام الماضي هنا ياتي في هذا الموسم ياتي بكل انطلاق مميز ياتي بكل قوه ممتازه وبكل انطلاق ممتاز سلام يا الظفره سلام تهانينا وناموس لمحمد بن زايد بن خلفان المنصور على هذا الفوز والانتصار مشكور المركز الثاني للرفيسة المركز الثالث وصل لبن دحروي التوقيت الزمني هو 4:42 تهانينا والناموس لمالك الجارح محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على هذا الفوز والانتصار